السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم راغب أمين من فراشن سيكيورتي. حلقة جديدة كما وعدناكم على خدع ويندوز 7. اليوم سنتعلم خدعة جميلة جدا وهي تغيير الانيميشنز الخاصة بالويندوز. لكي نقوم بتغيير هذه الانيميشن وجعلها انيميشن جميلة جدا وكذلك يمكن أن تشعر بالاختلاف كما تشاهد على الشاشة، فسنحتاج فقط برنامج بسيط جدا اسمه Win 7 Boot Updater. يمكن أن تقوم بتحميل هذا البرنامج مع الرابط الذي يظهر أسفل الشاشة، وكذلك يمكن أن تقوم بتحميل هذه الأنيميشن من الرابط التالي كذلك الذي يظهر أسفل الشاشة. يمكن كذلك أن تقوم باختيار بين مجموعة من الأنيميشنز على يعني حول يعني حول أو في مدونة محترفي الحماية على الرابط www.tshreepro.com. إذن أول شيء بعد فتح البرنامج نذهب إلى animations. بعدما نختار animation عندما تقوم بتحميل animation يجب عليك أولا أن تكون هذه animation على فولدر أو على دوسي هذا الفولدر الذي سنقوم باختياره عبر select folder. يجب أن نقر على دوس ثم عبر ذلك على select folder. بعد ذلك أقوم بتغيير Microsoft Corporation. يمكن أن أقوم إلى تغييرها إلى أي اسم أريد، اسمي اسم حاسوبي إلى أي اسم أريد. أنا اخترت Professional the Professional Security بطبيعة الحال، وكذلك لا أنصحكم بالاقتراب من font size و positions كون يعني ندع فقط هذه القيم التغذفة أو المعطات لنا مسبقا. كذلك لا أنصحك أبدا باختيار static image وهذا حسب تجربة شخصية. بعدما نقوم بالاختيار أو بعد تخصيص إعدادات الأنيميشن نقر على play لكي نرى مدى يعني ساتيسفي يعني من هذا الاختيار. بعد ذلك نقر على أبلي وندع الويندوز 7 بوت أبديتر يقوم بعمل تحديث للبوت أنيميشنز الخاصة بنا، وبعد ذلك نتمتع بأحلى بوت بعد إعادة تشغيل الجهاز. إذن أشكركم على مشاهدتكم لهذه الحلقة من حلقة خدع ويندوز 7 إلى خدع أخرى. كان معكم راغب أمين من فراشن سكيورتي. لا تنسى أبدا أن تنقر على كلمة سبسكرايب أو أبوني إذا كنت لأول مرة تشاهد حلقات محترفي الحماية. دمتم في أمان الله. هذه الحلقة مدعومة من طرف acard.com.